السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله النهاردة نتكلم على موضوع الدي سي موتورز وازاي نتحكم فيها باستخدام المايكرو. اول حاجة، ايه الحاجات المهمة نتكلم عليها النهاردة؟ السبيكس بتاعت الدي سي موتور، مواصفات الدي سي موتور. الكنترول هنا يبقى باستخدام الاون اوف، هنشوفه ازاي الكلام ده ان شاء الله. والكنترول على اي دي سي موتور هيكون حاجة من اتنين، يا اما دوران اتجاه الدوران مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة دايركشن كنترول، او السبيد كنترول اللي هو التحكم في سرعة دوران الموتور. بالنسبة للسبيكس بتاعت الدي سي موتور، ايه اللي يهمني في مواصفات الدي سي موتور؟ الماكسيموم فولت، الكرنت، الار بي ام. والار بي ام دي اختصار طبعا لريفولوشنز بير مينيت، او كم دورة في الدقيقة. طيب، في بعض المواتير بتيجي الماكسيموم فولت والباور والار بي ام. طيب، احنا ليه بنهتم نكون عارفين، او ليه لازم نكون عارفين الباور بتاع الدي سي موتور بتاعي؟ قال عشان اختار سيوتابل باور سبلاي. طبعا لازم تختار باور سبلاي مناسب، والا هيحصل مشكلة. ده ما يسمى بالاون اوف كنترول. ادي دي سي موتور وادي السورس بتاعي، مثلا باتري او اي حاجة. بيعمل ايه؟ بيبقى عنده سويتش، السويتش ده يقفله ويفتحه، يقفله ويفتحه، ده بنسميه الاون اوف كنترول. طيب، عن طريق الاون اوف كنترول ده بتتحكم في ايه؟ زي ما هنشوف ان شاء الله في موضوع المحاضرة، بتحكم في سرعة الموتور. يبقى السبيد كنترول بيتم عن طريق ما يسمى بالاون اوف كنترول. طيب، احنا ازاي بنعمل اون اوف كنترول باستخدام المايكرو؟ اللي بنستخدم ترانزستور، والترانزستور ده بستخدمه كسويتش، يا اما اقفل الترانزستور يبقى سويتش مقفول، يا اما افتح الترانزستور يبقى سويتش مفتوح. طيب، الدايركشن كنترول التحكم في اتجاه دوران الموتور، يا عكس عقارب الساعة يا اما مع عقارب الساعة. بنستخدم حاجة مش عارف خدتوها ولا لا، اسمها ال H bridge. هنا ده الموتور، اربع ترانزستورز، تمام. ده السورس بتاعي، فولتج سورس بتاعي بيشغل الموتور، وده الجراوند بتاعي. بيجي يعمل الاتي، لو هو قفل الترانزستور ده وده، قفل الاتنين دول وفتح الاتنين دول، يبقى الكرنت هيجي ازاي؟ هيجي ماشي كده، يمشي كده، اهو بص، ماشي من الشمال لليمين في الموتور، ودخل في ده ووصل الجراوند، يبقى ده هيدور في اتجاه معين. يا اما تفتح دول وتقفل الاتنين العكس، يبقى الكرنت هيجي كده ماشي في المقفول، مشي الكرنت في الموتور عكس المرة اللي فاتت، وراح جاي هنا وجراوند، يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى اكيد الموتور هيدور عكس المرة اللي فاتت. يبقى انت ده اسمه دايركشن كنترول باستخدام الاتش بريدج. يا اما تقفل الاتنين دول وتفتح دول، يا اما تقفل الاتنين دول وتفتح دول، حسب انت شوف عايز تمشي الموتور في اي اتجاه. اهو دايركشن كنترول، ادي الاتش بريدج، هو شغال مثلا دي سي موتور ده ب 12 فولت. عمل ايه؟ بص بقى، خد ده وخد ده، الاتنين دول مع بعض في بينا واحده من بتوع المايكرو، يبقى يا الاتنين يتقفلوا يا الاتنين يتفتحوا. طب وده وده، اهو وصل الاتنين ببعض، اهو اهو فين؟ اهو الازرق ده، نمشي معاه كده، عمل بريدج صغيره هنا اهو، وراح واصل ببنة تانية، يبقى الاتنين دول واصلين ببنة واحدة، والاتنين دول واصلين ببنة واحدة. بص، لما يبقوا الاتنين دول أحمر يبقى هو قفل ده وده، طب وده أزرق يبقى فتح ده وده، يبقى كده ماشي في اتجاه معين. عايز تعكس الاتجاه، اللي مقفول افتحه واللي كان مفتوح اقفله. برنامج بسيط عشان يوريني إن أنا بتحكم في اتجاه الدوران. قال لي زي البرنامج اللي فات، كان RC0 وRC1 هيشتغل بيهم اوتبوت، تمام. الاثنين صفار، ار سي 0 تمام كان واصل باتنين ترانزستور، وار سي 1 واصل باتنين ترانزستور تانيين. فقال لي هنقفل اتنين ترانزستور وهنفتح الاثنين التانيين، يبقى ده واحد وده صفر، يبقى هيلف في ايه؟ في اتجاه محدد. سيب الموضوع ده 3 ثواني يدور ايه؟ في الاتجاه المعين ده. بعد كده نعكس. نعكس ازاي؟ كان ار سي 0 واحد بقى ار سي 0 صفر، ار سي 1 كان بصفر يبقى ار سي 1 بقى بواحد، يعني اللي كان مقفول فتحناه واللي كان مفتوح قفلناه، يبقى برضه هيعكس اتجاه الدوران. برضه تسيبه 3 ثواني ويجي تاني يعكس الاتجاه 3 ثواني كده و3 ثواني كده وهكذا.
تعالى بقى نتكلم على موضوع مهم جدا، ده بقى ازاي، ده طبعا تمهيد ليه ازاي اتحكم في سرعة دوران الموتور. يبقى اللي فات ده كان التحكم في اتجاه الموتور، دلوقتي هتحكم في سرعة الموتور. عشان اتحكم في سرعة الموتور فقال لي هنتعلم حاجة اسمها البلس ويدث موديوليشن. موديوليشن يعني بالعربي يعني تعديل او تغيير، والبلس ويدث اللي هو عرض البلصاية. تعال بص البلصاية دي، بص يا سيدي، البيريود اهي اللي هو الزمن الدوري بتاعي من اول لاخر البلس، وتبدا تكرر نفسها. لكن العرض بتاع انها تفضل بواحد ده بنسميه البلس ويدث. يبقى الجزء اللي بتبقى فيه البلصايه بواحد او الفي هاي ده بنسميه البلس ويدث، اما هي من اولها لاخرها ده بنسميه البيريود. كويس جدا. بيقول لي عايز تعمل ايه بقى الفكره وما فيها. الفكره بسيطه بس فعلا افكتيف وايه وكف وبتعمل حاجات كتير قوي. بيحاول يغير العرض ده، يخليه مثلا 10% من البلصية كلها، لا 20%، لا تبقى هنا مثلا 50%. يعني هنا بص النص ده نص الايه البلصية كلها، نص البير 50%، ممكن تبقى 75، ممكن تبقى كلها. فهو بيتحكم في العرض ده، البلس ويدث بيتحكم فيه، يصغره ويكبره على اساس ايه؟ هنشوف الكلام ده. فقال البلس ويدث ميديوليشن هي ديجيتال سيجنال. هي السيجنال دي ديجيتال. ديجيتال ليه؟ لان يبقى يا واحد يا صفر، يا واحد يا صفر، يا 5 فولت يا 0 فولت، يا في هاي يا في لو. طيب بس with analog soul يعني ايه؟ بروح الانالوج، بنكهة الانالوج. يعني ايه؟ يعني من السيجنال الديجيتال دي اقدر اطلع سيجنال انالوج قيمتها في الرينج او في الفترة من 0 لـ 5، ممكن تاخد ربع، ممكن 33%، ممكن تاخد 48%. ايه ده ازاي يا عم؟ ده هي كلها ديجيتال، يا صفر يا 5. ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. يبقى هي سيجنال ديجيتال عاديه، يا صفر يا 1، لكن اقدر اطلع منها سيجنال انالوج او روح الانالوج بقيم من صفر للفي هاي، من صفر للفي هاي. طيب بيقول لي هي بتستخدم في انك تشغل المواتير، تشغل الليدز، تشغل الهيترز، السخانات، او اي حاجه محتاجه انالوج سيجنال. طبعا انالوج سيجنال متغير. طيب محتاجين ايه بس؟ تو بارامترز، تردد البلصات دي الفريكوانسي والديوتي سايكل. ايه بقى موضوع الديوتي سايكل ده؟ اهو الديوتي سايكل بيساوي البلص ويدث اللي هي العرض ده، العرض ده صح كده، في 100 على البيريود كلها. يعني عايز يعرف النسبة المئوية بتاعت الجزء الهاي بالنسبة لكل البيريود. يعني هنا في حالتنا مثلا الهاي نص البيريود، يبقى 50%، دي الديوتي سايكل بتاعتي. يبقى هو الديوتي سايكل ده هي ايه؟ هو نشوف الجزء اللي هو فيها هاي اللي هو البلس ويدث، يقسمه على البيريود كلها ويضربه في 100، يبقى دي النسبة المئوية. دي الديوتي سايكل. بيديني مثال بيقول لي افرض ان الديوتي سايكل ب 50%، معنى الكلام ده ايه؟ قال يبقى عرض البلس ويدث ده ماشي هو نص البيريود هنا او نص البيريود خلاص. وقال يبقى الجنريتد ديجيتال سيجنال كان بيقول وبيقول بقى مش هي دي سيجنال ديجيتال، لكن اقدر اترجمها لسيجنال انالوج ازاي؟ قال لي خد القيمه الافرج بتاعتها، خد القيمه الافرج بتاعتها. طب يا عم الافرج بتاعت دي كام؟ قال لي الديوتي سايكل بكام؟ 50%. يبقى الافرج بتاعت السيجنال دي هي 50% من الفي هاي. لو الفي هاي ده 5 فولت يبقى تتخيل ان انا عندي سيجنال انالوج 50% من ال 5 فولت يبقى ب 2.5، وتبقى كونستانت كده ب 2.5 فولت. يبقى اهو فور اكزامبل بيقول لي والله لو الفي هاي ب 5 فولت وانت مطلع سيجنال ديجيتال 50% ديوتي سايكل، ده معناه انك هتطلع انالوج سيجنال 50% من ال 5 فولت يبقى ب 2.5 فولت. يبقى الافرج فولت هو الديوتي سايكل بتاعك مضروب في الفي هاي بتاع الديجيتال. يبقى الفي هاي هنا بيفرض لو كان 5، ممكن يبقى اي حاجه تانية، لو هو 5 فولت يبقى نضربه في الديوتي سايكل 50%، يبقى الافرج بتاع 50% في 5 فولت تطلع 2.5 فولت. طيب بيوريني هنا شويه امثله على الديوتي سايكل. هنا اول حاجه الديوتي سايكل 10%، يعني ايه؟ يعني العرض ده، عرض البلس ويدث ده 10% من البيريود كلها. طيب هنا 30، طبعا هنا بيوريك اهو البيريود يعني من هنا لغاية هنا،
من البداية لنهاية الايه البالص. اي البالص ويدث هي الحتة دي بس، يبقى هنا البالص ويدث العرض ده، البالص ويدث هنا العرض ده، البالص واضح انه بيكبر كده، البالص ويدث هي العرض ده. طيب بيقول لي ديوتي سايكل هنا 30%، يبقى البالص ويدث العرض ده 30% من البيريود كلها. هنا 50% واضحة خالص اهي، الجزء ده البالص ويدث ده 50% او النص بتاع الايه البيريود كلها. هنا ديوتي سايكل 90%، يبقى العرض ده البالص ويدث ده 90% من البلصايه كلها او من البيريود كلها. فعلا ثابت في الاخر 10% اهو ايه صفر، لكن 90% من السيجنال واحد. هنا بيوريني الديوتي سايكل مع الفريكوانسي. بص يا سيدي، هنا ديوتي سايكل مثلا 10%، هنا 50، هنا النص تقريبا، هنا قلت 70 80 او 90% وهكذا. بس الملاحظ ان كل البلسز دي لها ايه السيم فريكوانسي بس ديفرنت ديوتي سايكل. بص كده دي فيها كام سيجنال، ادي كده 1 2 3 4 4. هنا بقى عد كده 1 2 3 4، قال لها 4 برضو. هنا 1 2 3 4، يبقى الفريكوانسي واحد لكن ديفرنت ديوتي سايكل، يبقى ممكن يبقى التردد واحد لكن مختلفين في ديوتي سايكل. طيب تعال نبص في الحته دي، البلس ويدث موديوليشن بيقول لي اهو. بص هنا هنا ديوتي سايكل 25%، يبقى العرض ده ربع البيريود كله. تمام، لو كان الهاي 5 فولت يبقى الافرج بتاعي كام؟ بص كده، يبقى الافرج بتاعي هو ربع ال 5 فولت، فطلعت كونستانت كذا كنت بتكلم عليها، ربع ال 5 بواحد وربع فولت. يبقى ادي السيجنال الديجيتال طلعت منها سيجنال انالوج، تمام، بقيمة ايه 1.25. طيب لو هنا الديوتي سايكل ب 50%، فعلا دي نص البيريود كلها، فيبقى احنا هنطلع انالوج سيجنال بنسبة 50% من الفي هاي اللي هي 5 فولت، يبقى فعلا بتطلع ب 2.5 فولت، ادي الانالوج بتاعي. هنا الديوتي سايكل 75%، يبقى ايه الجزء الهاي ده البلس ويدث ده 3/4 او 75% من البيريود كلها، يبقى بتطلع من السيجنال الديجيتال دي سيجنال انالوج قيمتها كام؟ 75% من ال 5 فولت، تطلع تقريبا 3.75% فولت، يبقى تطلع كده. تمام، وانت بقى اي قيمه، يعني مثلا واحد جه قال لي لا ده انا عايز 1.4 فولت، اوكي شوف بقى الديوتي سايكل ساعتها هتبقى بكام. واحد يقول لي انا عايز 1.35 او 85%، طلع بقى براحتك، لان السيجنال دي كلها انالوج، يعني بتغطي الانترفال من صفر للفي هاي او من 5 فولت. ساعتها بس تحسب قيمه الديوتي سايكل بتاعتك كام، وتقدر تطلع اي قيم من الانالوج سيجنال بتاعتك. طيب هنا بيقول لي طبعا بقى ايه اللي بيحصل لما بتحط السيجنال الديجيتال دي على موتور. هتيجي تقول لي ايه ده، ده الموتور بيشتغلش غير بدي سي، انت ازاي تركب عليه سيجنال ديجيتال؟ قال لي الموتور هيشوف ايه بقى ساعتها، هيشوف الافريج فولتج. يعني انت رغم انك موصل صحيح ديجيتال سيجنال على دي سي موتور، لكن الموتور هيشوفها كده 2.5 فولت. طبعا ليه؟ لان احنا زي عارفين رد فعل الكهربي اكبر كتير من رد فعل الميكانيكي، في الموتور مش هيشوف التردد الكبير ده. خد بالك الديجيتال سيجنال دي تردداتها كيلو هرتز و10 كيلو هرتز، فطبعا ده حاجه ميكانيكيه دي سي موتور، فبيشوف ايه في الاخر؟ بيشوف المتوسط بتاع السيجنال، الافريج بتاعه بيشوفه. طيب هنا بيقول لي ان كل ما البلس ويدث بقت اعرض، كل ما الافريج اللي واصل للدي سي موتور يبقى اكبر. هنا بص البلس ويدث بقت اعرض من الحاله دي، هنا كان الايه الافريج اصغر من الحاله دي. بيقول وكل ما بتصغر البلس ويدث بتاع السيجنال، كل ما بتقلل الافريج اللي بيشوفه الدي سي موتور. هنا اهو في الحاله دي، هنا البلس ويدث قلت، فطبعا الافريج بتاع الافريج فولتج اللي واصل للدي سي موتور طبعا قل. طيب بالتالي انت محتاج ايه؟ افريج معين، يبقى انت محتاج تفاري او تغير البلس ويدث عشان تغير الدي سي موتور سبيد. طبعا احنا عارفين ان السبيد بتاع الدي سي موتور يتناسب مع مين؟ مع الفولتج اللي عليه. انت عايز تغير السبيد، يبقى انت تغير الافريج فولتج، يبقى انت اكيد هتغير البلس ويدث بتاعي. مثال، لو عندي سيجنال 100% ديوتي سايكل، يعني 100% يعني مفيش صفر خالص، يعني على طول كده ايه ب 5 فولت،
ساعتها الدي سي موتور هيشتغل بالفول سبيد بتاعته. اما لو عندي سيجنال 10% ديوتي سايكل، 10% ديوتي سايكل، تخيل لو دي 10% يبقى الافريج هو 10% من الخمسة فولت، يعني نص فولت، يبقى الافريج بتاع نص فولت، ساعتها الدي سي موتور هيشتغل ب10% برضو من الفول سبيد. يبقى انت شوف انت عايز سرعة الموتور تبقى 100%، 20، 35%، ايا كان، تحسب على اساسها الديوتي سايكل اللي هيخلي الموتور يمشي بالسرعة دي. تعال نبص كده امثلة برضو العلاقة بين الديوتي سايكل versus الافريج فولتج. هنا في الحالة دي صفر ديوتي سايكل. يعني ايه صفر ديوتي سايكل؟ يعني مفيش وحيد خالص، هو دايما السيجنال بصفر، فطبعا الافريج هيكون بصفر. السيجنال دي ديوتي سايكل 25%، يبقى الجزء البالس ويتس ده ربع البيرود بتاعتي، ساعتها الافريج هيكون كام؟ هيكون برضو 25% من الفي هاي، تطلع تقريبا 1.25. هنا السيجنال 50% ديوتي سايكل، يبقى الجزء البالس ويتس ده نص او 50% من البيرود كلها، وساعتها الافريج هيبقى 50% من الخمسة فولت، يبقى 2.5 فولت. طب لو ديوتي سايكل كانت 75%، يبقى الجزء ده هو 3/4 البيريود كلها، صح كده؟ يبقى الافريج فولتج هي 75% من الفي هاي اللي هو 5 فولت، هتطلع 3.75 فولت. اما لو الديوتي سايكل كانت 100%، دي معناها ان السيجنال دايما بواحد، مفيش ابدا ما بتبقاش بصفر، يبقى الافريج ساعتها 100% من الخمسة فولت، يبقى الافريج برضو 5 فولت. طيب هنا واضح ان دي الديوتي سايكل مثلا نقول مثلا ربع 25%، لو متوصلة على لمبة أو ليد هيبقى الإضاءة خافتة جدا. أما لو الديوتي سايكل هتبقى 50%، طبعا الأفريج هيبقى 50%، يبقى هتقيد إيه إضاءة أحسن شوية. لو الديوتي سايكل كبرت مثلا بقت 75%، الإضاءة تبقى أقوى. يبقى أنت بتغييرك للديوتي سايكل في الحقيقة بتغير الأفريج اللي واصل للموتور لللمبة لأي حاجة، وبالتالي بتتحكم بقى في سرعة الدي سي موتور، في شدة إضاءة اللمبة، في أي حاجة بعد كده. طيب هنا لو كانت السيجنال أصلا 5 فولت على طول، دي الديوتي سايكل 100%، فهتبقى الأفريج برضو 5 فولت. طيب هنا واضح انها ايه 50% ديوتي سايكل، فيبقى الافريج 2.5 فولت. هنا واضح ان ديوتي سايكل مثلا 25% في الافريج اللي هيشوفه الموتور 1.25 فولت. بص هنا بقى، هنا طالع موجب وسال، يبقى الافريج هنا بصفر. يبقى انت لو وصلت السيجنال دي على موتور، يبقى اكيد الدي سي موتور هيشوف الافريج بصفر، يبقى هيفضل الموتور واقف مش هيلف. طيب هنا مثلا ديوتي سايكل ب 75%، يبقى 75% من 5 فولت، يبقى بنتكلم في افريج حوالي 3.75 من 100. كل الكلام ده في السبيد كنترول. طب انت محتاج تعمل ايه علشان تجنريت بالس ويدث؟ محتاج حاجتين، واحد الفريكونسي. هنا ببص بقى معايا هنا الملاحظ ان التلاتة سيجنالز دول نفس الافريج، يعني ايه 50%. بص كده البالس ويدث دي 50% من البيريود كلها، هنا 50% من البيريود كلها، هنا 50% من البيريود كلها. طب هتقول لي مين الاحسن؟ هقول لك حاول تصغر الفريكوانسي. يعني ايه؟ يعني ما تجيش تقول لي مثلا ان البلس ساعه اون وساعه اوف، ساعه واحد وساعه صفر، ماشي 10 ساعات واحد و10 ساعات صفر، طبعا كان مش منطقي لان الموتور هيشتغل 10 ساعات فول سبيد وبعد كده يقف 10 ساعات، لا ده كلام مش منطقي. لازم يبقى التردد ده سريع بحيث ان الموتور ما يحسش غير بالافريج بتاعي، فعشان كده بنحب مثلا يبقى التردد يبقى 500 هرتز مثلا، كيلو، 2 كيلو، 5 كيلو كده، لكن ما يبقاش التردد صغير جدا لدرجة ان الموتور يشتغل مثلا 12 ساعة اون و12 ساعة اوف، يبقى كده انت ما تحققتش الفايدة من البالس ويدث ميديوليشن. تاني حاجة احنا هنا بنقول ايه اللي بنحتاجه تاني، يبقى اول حاجه الفريكوانسي، تاني حاجه عرض البلصايه، انت عايزها كام في الميه، ايه الديوتي سايكل يعني. هنا مثلا البلصايه عرضها 25% او الديوتي سايكل 25%، يبقى انت مثلا محقق مثلا افريج و25% من الفي هاي، يبقى 1.25 فولت.